السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا في درس النهارده، لو حابب تتعلم الرسم من الصفر للاحتراف في اقصر مده ممكنه وتعمل نتائج كويسه وتقدر ترسم اي بورتريه بشكل كويس ومظبوط، تقدر تشترك معايا في دورات تعليم الرسم الاونلاين البرايفت او مع مجموعه. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن دورات تعليم الرسم الاونلاين من الصفر وحتى الاحتراف بجميع الخامات، تواصل معايا على واتساب، هتلاقي رابط واتساب في صندوق الوصف وكمان في اول تعليق. ودلوقتي جهز قلمك الرصاص والسكتش وارسم معايا خطوه بخطوه من غير ما تسرع الفيديو. يلا بينا يا فنان. الخطوة الأولى هنبدأ نرسم الدائرة الكبيرة دي في منتصف الورقة، والدائرة دي بتمثل الرأس من بدايتها من فوق وحتى نهاية الفك العلوي، يعني عند الفم تقريبا. بعدين بنرسم شكل بيضاوي ناحية اليمين. الشكل البيضاوي ده بيبدأ من نهاية الدائرة لحد نهاية الحاجب زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، زي ما أنا معلم، خلوا بالكم. بعد كده بنرسم خط أفقي في منتصف الدائرة الكبيرة. طب الخط ده بتاع إيه؟ الخط ده بتاع الحواجب، يعني بنرسم عليه الحاجب اليمين والحاجب الشمال. وبعدين بنبدأ نحدد مكان الخط الرأسي اللي بيكون في مكان الأنف، يعني بتبدأ تقديريا كده تحدد مكان الأنف زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أنا معلم لكم في ناحية الشمال بالخطوط الحمراء عشان تكونوا عارفين أماكن أو وضعيات الخطوط. وهنا ده خط الأنف بيكون في محاذاة نهاية الدائرة. وهنا قطعنا جزء من الدائرة زي ما انتم شايفين علشان الدائرة من ناحية الشمال غير مكتملة، وده بسبب وضعية الجمجمة. ومسحت الجزء الزيادة بالأستيكة، وهنا ببدأ أرسم الفك بالشكل ده. أي خط بترسم في السكتش بعلم عليه في الصورة ناحية الشمال، فلازم تشغل عينك علشان تفهم الخطوط دي بتترسم فين. كده مفروض انا شرحت لكم الجزئيه اللي محتاجه تتشرح بتعليق صوتي عشان تكونوا عارفين الخطوط دي بتاعه الجمجمه بتترسم فين بالظبط. اما بالنسبه للخطوات اللي جايه واللي هنبدا نرسم فيها التفاصيل، انا مش لازم اتكلم فيها لان كل خطوه انت هتمشي معايا واحده واحده. هتمسك القلم بتاعك وتبدا ترسم معايا العناصر في الاماكن اللي انا برسم فيها العناصر في الفيديو. ما عليك انك تتابع الفيديو للنهايه، ترسم معايا خطوه بخطوه، وان شاء الله هتلاقي نتيجه جميله. اي سؤال او اي حاجة محتاج تعرفها اكتبها لي في كومنتات، وانا بتابع الكومنتات كلها وهجاوب على كل التعليقات وكل اسئلتكم ان شاء الله. ما تنسوش تنضموا لقناة تليجرام، هتلاقوا رابط القناة في صندوق الوصف، وكمان تشتركوا في القناة التانية، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دمتم بخير، يلا ابدعوا يا فنانين، والسلام عليكم. Thank you.
Thank you.